الشامخ المصري المحترم الاصيل. ونشكر وزاره التموين والسياحه على سقطها مطعم جبل البرنس، ونشكر عملائنا والستاف. وبلاش نتكلم، احنا خلينا في دلوقتي، واخد بالك؟ والحمد لله رب العالمين، فضل ربنا كرمنا بالبراء بفضل ربنا اولا وفضل القضاء بس كده، الحمد لله واحنا في نعمه. واهم حاجه الناس دي كلها هي اللي بتبين الكلام وشغالين. احنا انا سبب في الاخر، انا اصلا بعمل ايه؟ واحد مشغل 300 نفر. لا الحمد لله الناس رجعت زي الاول وبتاع. وانا في الاخر يعني انا طبيعي في شغلي بحب شغلي، ده الاكل اللي بيطلع عند بيتي عشان ضميري عالي في الخامه، واخد بالك؟ بحب الخامه قبل الكاشير بس. والله احنا فرحنا لان الراجل ده لما بيفتح في الشارع ده الشارع كله بيفرح، يعني هو عامل فرحه للناس اللي حوالينا. وبعدين الراجل ده وراه 250 بيت مفتوحين، وبعدين هو يعني راجل خير طول عمره، والناصر ده ربنا سبحانه وتعالى فتحها عليه يعني. فاحنا كنا نتمنى له ان ربنا يوفقه عشانه وعشان الناس اللي وراه. مين ما عملش اشاعات يعني؟ عادي وبناكل يعني والاكل زي الفل. خلي بالك من حاجه، الناس دي كانت منهم الاستاف اللي شغال هنا كانوا متقسمين في المحلات كلها اللي بيحاولوا يقلدوه. فلما فتحنا هنا بقى الناس كلها اتجمعت تاني، سبحان الله يعني، شيء جميل.